أيها السيدات والسادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم في الإعداد والتقديم عايده جابر ضيفي لهذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد كعدان باحث وأكاديمي وعضو في دار الإفتاء والبحوث الإسلامية ورئيس اللجنة الدينية في بلدية باقة الغربية أهلا وسهلا فيك فضيلة الدكتور يسعدني ويسرني الحمد. حضورك جزاك الله عنا كل خير وتقبل الله تعالى طاعتكم إن شاء الله آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين صدق الله العظيم إذا فضلت الدكتور ما هو الاعتكاف وهل الاعتكاف شروط؟ وهل الاعتكاف فقط في رمضان أم في غير رمضان؟ بارك الله تعالى فيك الحمد لله والصلاة والسلام بالسلام. على سيدنا محمد رسول الله بالسلام. بداية نشكر لهذه القناة الطيبة بفضل الله ما تقوم به من عمل خير في مثل هذه البرامج الطيبة التي تصل إلى القلوب قبل أن تدخل البيوت بفضل الله تعالى لله. فبارك الله تعالى فيك أختي الطيبة الكريمة أم فادي ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لك ذلك في ميزان حسناتك، انت والقائمين على مثل هذه البرامج المفيده ان شاء الله. امين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. نعم. الاعتكاف الانقطاع للعباده. نعم. ان يجلس مع الله. لا اله الا الله. ان يقطع. العلائق عن كل الخلائق. نعم. كلام ان ينذر نفسه فقط لطاعه الله سبحانه وتعالى. فالانسان يكون في بيت الله. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام اعتكف. في العشر الاواخر من رمضان النبي عليه الصلاه والسلام اعتكف. ولكن في سنوات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاه والسلام مشرعا فحتى لا يكون هناك ان من لم يعتكف خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم فدفعا لمثل هذا الحرج كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه تشريع لنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون العباده تتاتى في المسجد الاعتكاف لا يكون الا في المسجد الاعتكاف هل هو لصائم؟ بس اللي بصوم يعني يعتكف؟ لا فقد اعتكف بعض الصحابه في شهر شوال رضي الله تعالى عنهم. اذا يستطيع الانسان وان لم يكن صائما ان يعتكف في بيته نعم بيت يعني فضيله الدكتور كم مده الاعتكاف وهل الاعتكاف مثل ما تفضلت هو في البيت ولا فقط في المسجد؟ وهل الاعتكاف فقط في رمضان أو في غير رمضان بارك الله تعالى فيك دعيني أفصل ما بين النساء وما بين الرجال قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ليه؟ لأنها تشرف على أمور زوجها وتربية أبنائها نعم. وتقوم على بيتها إلى غير ذلك إن تيسر لها ذلك بوجود صحبة طيبة من جمع مم. النساء الثقات بفضل الله تعالى مم. اللي يكون من ليلة مثلا زي ليلة ليلة القدر على سبيل المثال مم. وكان هناك الأمن والأمان ضمن ضوابط وحدود يعني تكون واضحة فلا بأس بذلك إن أمنت الفتنة بفضل الله هذا ما يتعلق بالنساء وفيما يتعلق بالرجال ليس هناك مدة محددة اللي أنا أجي أقول أكثرها أكثر الاعتكاف كذا وكذا لا وإنما أقلها أقلها أن تكون ليلة يعني يوم وليلة اللي هو ليلة واحدة نعم. هذا أقل أقل شيء إذا بدي أجي من الناحية اللغوية لاعتكاف انقطاع ويستطيع أن ينقطع عن البشر ليكون في بيت الله سبحانه وتعالى نعم. العبادة لا تكون فقط في المسجد العبادة نعم. لا تكون فقط في المسجد كلامك نعم. عبادة تصادفاتك عبادة سلوكياتك نعم. عبادة كل ما يقوم به الإنسان يبتغي به وجه الله، من ضغط الله سبحانه وتعالى كله هو عبادة، صلاتنا عبادة، تلاوة قرآننا عبادة، من خرج لأن يتكسب الكسب الطيب الحلال، يعود به إلى زوجه وبيته وأهله وأبنائه، هذا أيضاً عبادة، كانت النساء أختي إنفادي كانت النساء تقف لأزواجهن قبل أن يخرجوا للعمل. لا. توقف له على الباب وتقول له اتق الله تعالى فينا لا لا. فاننا نصبر على الجوع ولا نصبر على حظ نار جهنم، يعني اتكسب لنا الكسب الحلال، اجى صحابي للنبي عليه الصلاة, عليه, الصلاة عليه الصلاه والسلام يساله قال يا رسول الله اريد ان اكون مستجاب الدعوه ايش الجواب؟ ما قال له روح صلي ولا حج ولا كذا، لا لا ابدا ابدا، قال له اطب مطعمك الله. تكن مستجاب الدعوه. إله الله. فضيلة الدكتور هل مسموح للمرأة أن تعتكف؟ وما هي أحكام الشريعة بالنسبة للمرأة المستحاضة؟ بارك الله تعالى فيك. طبعاً الكلام هنا إنه لا يحق لامرأة تعنكول قد أصابها العذر نعم. أن تمكث في بيت الله سبحانه وتعالى ولا أن تدخل نعم. لما قال إلا عابضي سبيل لأنه كان ما فيش مجال إنهم يمركوا من الطريق إلا إن دخلوا من بيت الله سبحانه وتعالى أو دخل أو دخل على عجالة أو دخلت على عجالة ولكن لا نستطيع القول يعني يحرم على المرأة أبدا هذا هذا الحكم يحرم على المرأة أبدا إن كانت حائض أو كانت نفساء المكوث في بيت الله تعالى لا يحل لها أبدا يحرم عليها ان تمكث في بيت الله سبحانه وتعالى وهي سنه الله تعالى في خلقه يعني مش تيجي وتقول انه انا وليش هيك ومش عارف ايه وكانها تعترض على ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه لا هي تقول الحمد لله. لله هي تقول الحمد لله فان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وان الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق وان نعم. الله سبحانه وتعالى هو الذي رزق فكل شيء من الله سبحانه وتعالى نقول الحمد لله نعم. النساء تعتكف ان كن طاهرات ضمن الضوابط التي تحدثنا فيها قبل قليل جمع النساء الثقات اذا امنت الفتنه بفضل الله تعالى بعد نعم. علم زوجها ان لم يكن عندها اشياء اللي لازم انها نعم. تقوم بها كتربيه ابنائها مش تخلي اولادها في الدار ليس لهم من مرب وليس لهم من معيل نعم. وتترك بيتها وتترك زوجها تنشز يعني لا تطيع زوجها كلا تطلع ايش وطلعت لا طاعه الزوجه ايضا يعني مقدمه يعني هي فضيله الدكتور لازم برضه تستاذن جوزها اذا بدها تعتكف واجب طبعا ده كل ليش الاعتكاف ايش هو سنه نعم طاعه الزوجه واجبها آه. طاعة الزوج لأنه الزوج كمان لازم يطيع زوجته قضية لا تقتصر على جانب واحد فقط نعم لا. لا تنشز الزوجة ولا ينشز الزوج نعم الزوج يشرف على بيته الزوج رب البيت الزوج يعامل معاملة, معاملة طيبة راقية محترمة لا. لزوجته يربي أبنائه أما مش لا أنا بديش أسأل في الدار بديك الطعيني ما بزبط فبناء عليه نعم على الزوجة أن تستأذن زوجها قبل خروجها من بيتها بالذات فيما يتعلق بالاعتكاف لأنه مدة طويلة يعني ليست بقصيرة نعم. يعني هذا مش قضية عشر دقائق وبدي أطلع نعم الله تعالى جل وعلا إلى هنا مشاهدي الأعزاء تنتهي هذه الحلقة من برنامج من وحي رمضان شكرا لفضيلة الدكتور أحمد قعدان محاضر وباحث أكاديمي وعضو في دار الافتاء والبحوث الاسلاميه ورئيس اللجنه الدينيه في بلديه باقه الغربيه وشكرا لكم اعزائي المشاهدين دمتم برعايه من الله والى اللقاء